السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من أهم الفيديوهات الموجهة لسكان أوروبا. كثير من الناس الذين يسكنون أوروبا يتناولون الكحول في طعامهم دون أن ينتبهوا إلى ذلك. كثير من المعجنات يحتوي على الكحول. خبز الهامبرجر الموجود في المحلات الأوروبية بكافة أنواعه قد نقول تقريبا يحتوي على الكحول. خبز الحليب الذي يأكله الناس على فطارهم ويطعمونه للأطفال بكافة أنواعه تقريبا يحتوي على الكحول. كثير من أنواع الكيك الذي يباع في المحلات الأوروبية أيضا يحتوي على الكحول. ولا تغرك بعض المقولات أن هذا الكحول سيتبخر أثناء الإنتاج، فهذه مقولات غير مبنية على نظر حقيقي في المسألة، لأن هذا الكحول موجود حتى في المنتجات الجاهزة للأكل، موجود في مكوناتها الكحول، وإذا كان إنسان عنده حاسة شم جيدة سيشم رائحة الكحول تخرج من هذه المنتجات. البيرة التي يكتب عليها أنها خالية من الكحول هي في الحقيقة أكثرها تحتوي على الكحول بنسبة صغيرة، فحتى لو كتب عليها خالية من الكحول قد يكتب عليها في المكونات أنها تحتوي على نسبة صغيرة من الكحول ولا ينتبه إليها كثير من الناس. فإذا لم يكتب عليها 0.0% كحول فإنها ستكون تحتوي على الكحول. فلا بد لك من قراءة المكونات قبل شراء المنتج، أو شراء المنتج من المحلات العربية أو المحلات التركية التي يوثق بمصادرها. هناك برامج قد تساعدك في هذا الأمر، مثل برنامج اسمه حلال زلال أو برامج أخرى تعمل سكان للمنتجات فيظهر لك هل هي حلال أو تحتوي على كحول أو شحوم خنزير أو ما شابه ذلك. جربت برنامج اسمه حلال زلال، لم يكن 100% موثوق، لكنه قد يساعد في مثل هذه الأمور، وهناك برامج أخرى قد تستعين بها على مثل هذه المسألة، ولكنها مهمة، انتبهوا إليها وأطيبوا مطعمكم.